فاليوم كيجتمع المؤتمر الرابع عشر للحركة الشعبية. تنعتبروا كحركة شعبية أن يعني هذا الرقم ديال 14 فهو جد مهم، لأن يبرهن بأن الحزب الحمد لله كان وافيا دائما و يعني منضبط للقوانين ويعقد مؤتمرته في الوقت المحدد. والمؤتمر هو محطة جد مهمة، لأن كما تعرفوا بأن هناك اليوم صعوبات يعرفها المجتمع المغربي، هناك الشارع المغربي الذي يبدي قلق، ونحن في المعارضة نريد أن يكون تقييم يعني عملنا كمعارضة، وكذلك أن نلقي نظرة على الطريقة التي تعالج بها الحكومة الأمور التي تهم المجتمع والمواطنين. ولكن أكثر من ذلك، هذه المحطة مهمة بالنسبة لنا لسببين. أولا، ستكون هناك تغيير للقيادة، سيكون يعني انتخاب أمين عام جديد. وثانيا، هذا المؤتمر يأتي قبل الانتخابات ديال 2026، ونريد أن يخرج بتوصيات التي يمكن أن تساعد القيادة الجديدة والهياكل ديال الحزب على التحضير الجيد للاستحقاقات ديال 2026، لأن نحن نعتبر أن نتائج الحركة الشعبية الحالية لا تعبر عن موقع وقوة الحركة الشعبية وتاريخ الحركة الشعبية، ونعتبر أن لنا إمكانيات ومؤهلات لكي نسترجع مكانتنا داخل المشهد السياسي. ما تقوم به الحركة الشعبية عموما وبالذات خلال هذا المؤتمر الرابع عشر، هذا المؤتمر اللي جاء في وقت دقيق على المستوى الوطني والدولي كما يعلم ويعرف الجميع، هذا الدورة أطلق عليها الدورة محجوبي أحرضان. هذا محجوبي أحرضان المؤسس للحركة الشعبية، الزعيم، الكاتب، الفنان، الشاعر والسياسي المحنك رحمة الله عليه، وعلى كل أخوات والإخوة اللي أسوا الحركة الشعبية هذه أكثر من 64 سنة، دار واحد العمل يعني جيد. الحركة الشعبية اعتنت بواحد العدد الجوانب اللي تهمو البعد الجهوي، العدالة المجالية والعدالة كذلك الجبائية، حقوق الإنسان، ثم وقفت في وجه الحزب الوحيد في 58-57 ومشات في الاتجاه ديال التعددية اللي رجعت كلها بالخير على مستوى وطني. اليوم إذا بعد ما عملت اللجان الفرعية على مستوى عدة قضايا وأوراق، انطلاقا طبعا من المرتكزات المرجعية، وكاين مقدسات لا نقاش فيهم، ولكن كاين عدة مواضيع وأوراق اللي عملت عليهم اللجان واللي هموا واهتموا بالأسرة، بالشغل، بالغلاء نتاع المعيشة، بالتعليم، بالصحة، وكذلك على مستوى حقوق الإنسان ومواضيع عدة أخرى سيتم بسطها إن شاء الله خلال هذا الليلة وغدا إن شاء الله. من بعد غادي يتم طبعا التصويت على البرنامج وعلى الأمين العام. القانون الأساسي أعطى مكانة اعتبارية واستشارية بتركيز وطلب من سيد محمد العنصر لرئيس الحزب. بالإجماع كاين اتفاق على منح سي العنصر يعني هذا المكانة كرئيس للحزب، وطبعا حسب الشرط ديالو الأساسي هو لا يتكلف بالأشغال اليومية والتدبير يعني العادي للحزب، وأن يقتصر على قلنا الاستشارة والتحكيم في بعض الأحيان. الاختصاصات الأمين العام ما تقاسش نهائيا، المجلس الوطني كذلك، والمكتب السياسي نفس الشيء باش يكونوا واضحين، رابقة واختصاصات هما. الغاية من هذا الشيء هو بكل صراحة أن أولا
نؤكد على المكانة اللي تتحتلها وتحتلها رواد الحركة في قلبنا وفي حياتنا وكذلك في العمل اليومي سابقا حاليا وفي المستقبل مع الحفاظ كذلك على والدعم الكبير للشابات والشبان اللي غادي نوجدوهم في المكتب السياسي وغادي نوجدوهم في المجلس الوطني وغادي نوجدوهم في كل المهام والمسؤوليات اللي غتكون عند الحزب انطلاقا من الان. مره اخرى تنشكركم على العنايه والمشاركه. المؤتمر الرابع عشر جاء في واحد سياق دولي ووطني خاص اللي كنعيشوا فيه الاثار ديال جائحه كورونا والاثار ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه بما لها من تبعيات على الاقتصاد ويعني غلاء الاسعار. اليوم في الارضيه السياسيه اشتغلنا بواحد المنهجيه مقاربه تشاركيه وتطرقنا لواحد المرتكزات بعد تقديم ذكر بتاريخ الحركة الشعبية والمنجزات ديالها والأهداف ديالها اللي جات بعد المنع ديالها من التأسيس في 57 وشاركت وساهمت يعني مساهمة قوية في الظاهرة ديال الحرية العامة في 58 وتأسست الحركة الشعبية في 59. الحركة الشعبية جات باش تحارب الحزب الوحيد والدافع على المجالات والفئات الهشة في المناطق النائية والجبلية وجات باش تناضل كذلك حول التعددية الحزبية ومحاربة الحزب الوحيد. إذن بعد إنجازات ديال ما يزيد على 6 عقود اليوم الحركة الشعبية كتعقد المؤتمر 14 ديالها بواحد المرتكزات الثلاث اللي فيهم المرتكز الاول اللي كيذكر بالاهداف والدعامات ديال الحركه الشعبيه والهويه ديالها اللي مبنيه على الامازيغيه والثقافه المتنوعه الافريقيه المتوسطيه الصحراويه الحسانيه. اذا هاد المرتكزات كلهم ولاو ذكرنا بهم في المقدمه ومن بعد مشينا المرتكز الثاني اللي هو الشق الاجتماعي وما ادراك ما القش الاجتماعي فيما يخص التعليم والتربيه الوطنيه والتكوين المهني والبحث العلمي وكذلك الصحه وكاع الشؤون المتعلقه بالحمايه الاجتماعيه الشامله وكذلك التشغيل ديال الشباب القروي اللي اليوم الشباب ديالنا ولا كيلجأ للهجره الى اخره. تقدمنا بواحد المقترحات يعني اللي ربما تجي كبدائل لحل هذه المعضله ديال البطاله في صفوف الشباب بصفه عامه والشباب القروي بصفه خاصه. وطرقنا كذلك ديال التوسيع ديال القانون ديال التقاعد كيفاش يمكننا نوسعوا الشريحه المستفيده من هذا التقاعد وتحسين يعني الولوج اليه ظروف الولوج اليه والقضيه ديال المخزون الاستراتيجي ديال المواد الاساسيه وكذلك اقترحنا واحد لجنه اليقظه للبت في هذا الغلاء ديال الاسعار وتقدم باقتراحات كيفاش يمكننا نراقبوا وندخلوا ودخل الدوله في منظور ليبرالي اجتماعي تضامني حركي. من بعد مشينا لمغاربه العالم اقترحنا بناء على الخطب ديال جلاله الملك كيف يمكن ادماج مغاربه العالم في المؤسسات المنتخبه اولا، ثانيا كيف يمكن لهم ان يستثمروا في البلاد بمساطير مبسطه وطرق شفافة وواضحة لا تحتمل أي معاملة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.